طيب اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا استاذ جورج. يشرفنا الاستاذ جورج بهجوري في المجلس الثقافي، وينضم لنا من مدينه القاهره في مصر. وانا سلطان سعود القاسمي احدثكم من باريس في فرنسا. استاذ جورج اهلا وسهلا بك. اهلا بك. اهلا سعيد. زي صحتك استاذ جورج؟ الحمد لله ان شاء الله على طول يا رب، ربنا يخليك ويطول في عمرك يا رب. استاذ جورج، انا حشير الشاشه اللي عندي وحطلب من حضرتك يعني تجاوب على بعض الاسئله، تمام؟ ايوه كويس. انا حبدا دلوقتي على طول، هنبدا هنا. شايف الشاشة عندي أستاذ جورج؟ أيوه. طيب هنبدأ من شايف الصورة دي أستاذ جورج؟ لذيذة جدا. طيب جورج، ذكريات الطفولة. مرحلة الطفولة. أنا سؤالي الأول لحضرتك هو ممكن تحكي لنا عن مرحلة الطفولة في مصر؟ اقول لك، انا يعني كنت، انا ما اعرفش حاجه لسه طفل، لكن كنت مرغم جدا ومهووس بالريشه، اني ارسم. نعم. لو اني ما اعرفش ارسم، لكن كنت يعني مدرك الحكايه، ان حب شديد جدا للرسم. الحب الشديد ده للرسم خلاني اطلع شجره الجوافه عند عمتي. نعم. من صينيه الاولن. نعم. يعني معدي صينيه الاولن اللي على البلكونه، وبعدين اطلع الشجره واقعد اعمل كرسي، احاول الاقي يعني فرع كده زي الكرسي، فاقعد عليه واقعد اتامل من جديد، كأني رسام جديد في مثلا في حاجه كده يعني. فرسمت الحاجات اللي حواليا ما فيها الجوافه، لان اهم حاجه كانت عندي الجوافايه، لان شكلها احيانا بتبقى فوتوجونيك، واحيانا تكون ملهاش شكل معين، واحيانا تكون مليانة عسل، وأحيانا تكون ملهاش طعم. فيعني بيت بقى مغرم بشجرة الجوافة جدا. وأستاذ الرسم سمير أفندي ده كان في المقدمة، كان دايما يضحك معايا إنه كان أستاذ رسم وهو ما يعرفش يرسم، لكن مدرس يعني يتابع الرسم كلنا ويخلينا نحب الرسم اكتر. واستاذ العربي كنت بخاف منه، هو اللي ورا المستر كوبر. نعم. كوبر ده الناظر اللي في الوسط الاجنبي. ايوه. ده مستر كوبر هو اللي جاي من لندن مخصوص عشان يفتح المدرسه ويخليها مليانه اساتذه اللي هم حوالينه. مسعد افندي هو على الشمال، مسعد افندي وعبد الوهاب افندي وياس افندي وسعد افندي، والست بقى مش فاكرها، مدام كوبر هي مرات المستر كوبر. مدام مرات المستر كوبر. فكانوا هم الاثنين الحقيقه، كانوا يعني حاجه جميله جدا. وهي افندي ده استاذ الحساب اللي هو صعب عليا بالنسبه لي. يعني الحساب ده انا ما بحبوش، لكن مضطر ان انا اخده طبعا. نعم. بس فمدرس افندي اللي جنبه يعني شخصيه جميله جدا، كان دايما صاحبي ويديني كتب جميل من اوروبا او جت من اي حته فيدهاني، لاني انا طالب مستجد ولسه نظرتي للفن معروفه. استاذ جورج، ممكن
ممكن تحكي لنا عن الوالد، شخصية الوالد؟ كان سيد الوالد بقى، أنا لسه جاي دلوقتي. الوالد هو إيه؟ كان عنده مشكلة في عينيه، يلبس نظارات، لأنه هو وهو صغير عمل كشف عشان يشوف، لقى نفسه ما بيشوفش، جاب النظارة ولبسها وبقت هي النظر. فكان دايما معاه العصاية والنظارة، عصاية عشان تلاميذ كان مسموح الضرب، فكان أبوه يعني بيضرب تهويش كده بس، مجرد إنه يخوف الطلبة يعني. وفهيم أفندي الناحية التانية عامل واخد بوز، يعني مش عاوز يعني يبين نفسه قوي، لكن هو كان معروف جدا، كان طويل، هو أطول واحد في الصورة، وذكي، ويعرف الحساب قوي قوي قوي، الجمع والطرح، حاجات زي كده. نعم؟ لما كان يكلمك عن نفسه، يكلمني عن الرسم، هو سعد افندي. نعم. لانه او سمير افندي. وحضرتك رسمت الصوره دي لبابا اللي على اليمين. نعم. الصوره اللي رسمتها على اليمين دي للاستاذ باباك، لوالد حضرتك. ايوه. نعم نعم. بس هو قاعد كده متامل في الصوره. ايوه. هل كان كثير التأمل الوالد؟ الوالد كثير تأمل، أنا خدت منه الحكاية دي. جميل جميل، شكرا شكرا. براسنا. أستاذ جورج، في صورة جميلة جدا هنا في النص، صورة جميلة جدا. أيوة، صورة المرحومة الوالدة. أيوة أيوة، دي أنا رسمتها من خلال الذكريات، أنا مش فاكرها كويس. دي مأخوذة من صورة طبيعية، يعني صورة حقيقية ورسمتها. أيوة أيوة. وهل سؤالي لحضرتك هو، هل دي الصورة الوحيدة اللي بتجمع حضرتك مع الوالدة؟ هي دي الصورة الوحيدة. لم أعرف الوالدة إلا من هذه الصورة، لأني أنا طفل وما شفتش ماما، ما عرفتهاش، وسمعت عنها وكده يعني، قالوا لي إنها ست طيبة وخدتنا تجمعنا وتحبنا كأولادها، كنا احنا ثلاثة أو أربعة وخمسة، جورجيت أختي الصغيرة، فكان في لقاء جميل بين الأخوة، للأسف إن هو ما كبرش غير لما توفت الأم، بقى ناقص حاجة يعني، بقى الأطفال مش كفاية، ما عرفوش أي حاجة، بس فإحنا كملنا لوحدنا من غير ماما، وأنا اضطريت أروح لعمتي أستعملها كماما وتحميني، حاجة زي كده، وإخواتها يعملوني معاملة لطيفة، هو عمتي روز ونرجس وناجي وسعد، دول كانوا أولاد عمتي اللي هم بيحبوني حب يعني مجرد سمع كده بس عن طريق الأم اللي هي توفت، وهي توفت أصلها بإهمال حقيقة، بإهمال من التمرجي ومن الدكاترة، هي فقدت الصحة، كانت حامل شوية أو منتظرة جنين، بس الجنين ده ما ظهرش، وهي كانت عاوزه بنت، فكانت تلبسني بملابس البنت، يعني انا كنت بنت في وانا صغير. نعم. ليه؟ نعم. علشان هي تبقى في سعيده يعني، حكايه البنت. استاذ جورج، انا شايف حضرتك كانك حطيت هاله فوق، كانك لبست الوالده هاله على راسها. ايوه. هذا صحيح؟ نعم نعم. أنا ما يعني تخيلت الهالة. نعم. لجون وجيمي وجورج اللي هو أنا. نعم. اللي خليت الهالة دي حوالينا كلنا كأنه نور قديسين. نعم.
إنها أخلاقنا عالية جدا. نعم. قديسين و... نعم جميل، وهذا كلام صحيح، حضرتك أخلاقك عالية. ربنا يرحم الوالدي يا رب ويخليك أهلك يا رب. أكمل إلى الصورة اللي وراها أستاذ جورج. دي مرحلة الشباب هنا يعني. أنا شايف في الصورة كأن في تأمل الوالد لا زال موجود في حضرتك. أيوة. انت اكبر بقى انا شويه، ايوه في الطفوله واطلع فيها شويه، وبعدين جت رحله للقناطر الخيريه واحنا اطفال في المدرسه. خدنا واحد اسمه ابو العليم اللي هو فنان كبير جدا واستاذ في روزلوس، يعني مخرج الفني. نعم. فخدني أبو العليم اختارني، وهنا دي صورة أخويا جيمي. لا أنا عاوز، ممكن تكمل صورة أبو العنين؟ صورة أبو العليم يعني قرر إنه ياخد باليتا ويرسم وشي كألوان معينة، فكان باين الحكاية دي مش باين إنها تلصقة أو حاجة زي كده. نعم. باين إن هو كان بيرسم وشي، أنا رسمته بيرسمني بيلونني فتحت. فده أبو العنين كان عنده شنب وطويل قوي رفيع قوي، وأنا طفل سعيد بانتمائي إليه لأن أنا بحبه، وكان بداية قصة حب فعلا لأن بيت مخرج أو رسام المجلة، وبعدين أبو العلين هو اللي بيديني المكان اللي برسم فيه وبيديني الزمان وبيديني كل حاجة، فيهديني كل الأشياء بحيث إن أنا أرسم بشكل على طول واعي، يعني واعي بكل شيء. نعم. شكراً أستاذ جورج. ننتقل إلى الصورة اللي وراها أستاذ جورج، صورة جميلة جداً. نعم. بقى راح أمريكا. نعم. وراح الجامعة الأمريكية وبقى أستاذ في الجامعة الأمريكية. أيوة. وتفوق في اللغة الإنجليزي، وبقى دقيق جدا وفيه مهارة وصفاء شخصيته جعله يعني رفيع المقام، وأخويا يعني اللي بيديني النصائح بيربيني، وأنا زي أبويا لأن ما كانش عندي، كان الأب مش موجود ولا الأم، فبقى هو أخويا الكبير. وعاش في القاهرة لأنه عمي إسحاق أخده بدل ما يوديه منوف قرية أو في قرية قرى منوف عشان يبقى أبويا أستاذ هناك، اتنقل بقى مدرس منوف، وهو بقى يعني متابع ليه لكن ما يقدرش يعيش معاه لأنه هيفقد نفسه، ولازم يبقى يتمرن على إنه يبقى يعني كويس شاطر في الرسم، في مش في الرسم، في المادة، المادة اللي هي اللغة. جيمي وأنا وده أخوي الكبير، وهو كان بيقول ابعت لأبويا يقول له أنا عاوز فلوس أحسن، مش لاقي فلوس، وإنه محرومين من حاجات كتيرة، فكان أبويا يبعت له فلوس يا دوبك يعني شوية كده عشان يشجعه، وهو كان بيرضى، فليه عليه عنده ابتسامة الرضا، ابتسامة الصفاء والنقاء والرضا، فلذلك هو استحمل الفترة اللي فيها إفلاس كامل من الأب، إنه أب يعني مرتبه بسيط قوي، وإنه ما يقدرش يوعى بإخواته أولاده،
بطريقة يعني بسيطة أوي. يعني ظاهر أن الأستاذ جمال، الأستاذ جميل كان له دور كبير في تكوين حضرتك يعني وفي الأسرة. الأستاذ جميل ده كل شيء، ده هو اللي رباني تربية كويسة، هو خلاني مفتوح على العالم وإني أخرج من العزلة اللي أنا كنت عايش فيها. وكنت أنا منعزل ليه؟ لأني من غير أم، وما عنديش أم غير عمتي اللي هي ست عجوزة برضو، صعبة جدا إن هي تعتني بيها. فبهجوري برزق is a good thing for me. It was wonderful. نعم. Wonderful يعني فيها علاقة جميلة. نعم. وبينه وتعلمت منه حاجات كتيرة جدا. لغاية النهاردة. وهو عايش النهاردة في أمريكا. جميل. عنده أكثر من 90 سنة. جميل جميل. ربنا يطول في عمره يا رب. عنده حاجة 90 سنة. هو يا دوبك ما بيقدرش يكلمني في التليفون، ما بيعرفش يوصل اللغة. فقدرنا نعمل مرة في الشهر، أيوة، نعمل مكالمة واحدة عن طريق الأجهزة اللي هي أجهزة كده بتساعد على العلاقة. كويس كويس، شيء كبير يعني. العلاقة الأخوية لا زالت قوية بشكل كبير، بشكل كبير جدا. عمري ما اتخانقت معاه. جميل. ولا زلت حب شديد جدا. نعم. وهو كان بيسامحني على أي حاجة غلط أو أخطاء. كان في ده أخويا الثاني بقى جون ده. كان هو دايما يعني المشكلة. وبعدين ربنا تفكر فيه قريب. فبقينا انا وجيمي اخوات اكتر. جميل. لان جيمي ده بريق اخويا اللي هو نضج وبقى استاذ في الجامعه الامريكيه بنسلفانيا وفي امريكا وحاجات زي كده. جميل. أستاذ جورج، مين السيدة والصورة اللي على الشمال؟ دي خالتي بقى. دي خالتي هي بديلة أمي. برضو كان في عمتي وكان في خالتي. خالتي أكتر. لأنها كانت صورة من أمي طبق الأصل. أكبر منها في السن. فكانت يعني تعتز بيا. أنا رسمت أمي، رسمت وبعدين رسمت خالتي وهي قاعدة في الصورة دي، اللي هي يعني هي وخالتي، هي وصورتها، هي والصورة. فالإيدين بيتعاركوا في نفس الوقت، والطرحة السوداء موجودة بشكل دائم، والكسرات القماش كلها بتانيات القماش. كان اسمها ايه خالتك استاذ جورج؟ اسمها ام فوزي، بس مش عارف اسمها. سموها ام فوزي. ام فوزي. جميل. كبير عسكري في الجيش. نعم. لا يملك سوى ان هو دفعه من الجهاديه. نعم. يبقى ضابط. مبقاش ضابط يعني، بقى عسكري وبعدين بقى ضابط بعد مدة طويلة كذا مرة، يكبر في السن ويقدم على انه يبقى ضابط، وفي اختبار كده يمتحنوه او حاجة زي كده، فهو نجح في الامتحان. جميل. ضابط. فالضابط فوزي ده هو كان بيملك الفلوس بتاعت العساكر اللي هي دفعته في الجيش. فكان بيعدهم بأمانة ويوصلهم للعساكر. ففوزي ده يعني وقع في سيناء
وراحت منه المرتبات، المرتبات كلها اللي كان هيديها العساكر، اللي خدوها خدوها، واللي نسيوها نسيوها، واللي شافوها ما خدوهاش. فهو اخويا ده ابني فوزي ده، دول بقى انا بقى عامل نفسي الطاووس اصله مهم جدا. ليه؟ بيظهر لي في حياتي جميل كتير طاووس. فقلت لا، ده انا هبقى طاووس بعد اموت. ربنا يطول في عمرك. ليه طاووس؟ هدهد هدهد. ليه الهدهد استاذ جورج؟ ايش معنى الهدهد؟ لانه مزخرف، مليان زخرفه، مليان الوان، مليان شكله جميل، شكله جميل جدا. انا يعني كنت افرح لما يطلع في الجنينه ويقعد، يعني زي ما يكون قاعد عندي، فلازم يقعد مده طويله، يعني يهبش في الزرع شويه ويحط المنقار بتاعه في الارض، يطلع الدود وياكله، فكان وينفش ريشه بطريقه جميله. فانا حبيته وانا صغير، وكنت انتظره علشان يجي يلعب معايا. فكان بيجي ويلعب فعلا، كان يكون قاصد الحكايه دي. ده الطاووس. فانا قلت بقى انا هبقى طاووس لما اموت، اتحول الى طاووس. كانه قاصد، حلوه كلمه كانه قاصد. استاذ جورج، انا لاحظت انه في كثير من اعمالك بترسم نفسك. يعني ايش معنى رسم النفس، الاوتو بورتري؟ لاني لا اقدرش اعبر عن حاجه الا لما ارسم نفسي بعملها. لازم اعمل ميزان لنفسي، اقول اني انا اخترت الوضع ده، او انا اخترت الرشيشه دي عشان اشرب منها، او انا اخترت ال ال الشجره اللي اقف تحتها، او انا اخترت الاربع حاجات مربعات في الارض اللي هي بتمثل القفز على الارض علشان انافس بنت الحارة اللي بتنافسني في الحجر، حجر نقلته بين المربعات، وهكذا. كان في مثلا طبعا صينية القهوة، في الشيشة، وفي أنا شعري بيبيض وبكبر في السن، وفي نفس الوقت بحاول اني اكون مرتزق بالطبيعه وبالاشياء التي معنا. جميل جدا استاذ جورج. انا شايف ان حضرتك يعني في كل حته بترسم، يعني كانك بترسم وانت خارج، وانت قاعد في الجنينه، وانت وتزور الناس دي 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 فين مش عارف، لكن كانها في مصر اللي على اليمين. ما هو كان حبي بقى للرسم. لما انا كنت بخلي المزاج اللي هو في الرسم يطلع معايا اثناء رسم الحصان في نادي الجزيره، اقعد وبيت في نادي الجزيره، او في المركب اللي رايح على الاقصر تعدي نهر النيل، فبرسم الناس اللي في المركب. فالكراسه جديده، فكنت ببتدي احط الموهبه الجديده اللي عندي اللي هي الرسم، فن الرسم. فهم كلهم كانوا فرحانين ان انا بترسم، ان انا بترسم معاهم. ايوه جميل. وبرسمهم هم من غيري او معايا او حواليا، هم العيله كلها موجوده على المركب اللي بتعدي نهر النيل. وانا بسافر وانا معاهم، اسافر معاهم، اعدي نهر النيل،
واروح المقبرة الغربي، اروح عند الشيخ عبد الرسول. الرسول ده اللي هو صاحب الحاجات الجميله اللي لاقوها في الطبيعه، ان هي حاجه كده زي ما كنا اكتشفوا حاجه في الارض، مخبأ او جزيره او حاجه، وبعدين موجوده حوالينا وانا برسمها. بديت بقى ارسم كل الحاجات هذه الاشياء، بديت ملامح تزيد قوي وتتعرف تبان اكتر. ما كانش عندي شعر، شعري كتر. نعم استاذ جورج، عندي سؤال عن في صور لحضرتك في الاستوديو، يعني ماذا يمثل لك الاستوديو؟ هل الاستوديو لك بيمثل محل امن؟ هل بيمثل يعني محل خاص؟ هل محل خاص؟ لا هو خاص فعلا. لاني برسم اشياء يعني ما رسمتهاش قبل كده، فلذلك هو موجود. انا صورة في الوسط دي مع لوحات ليا في الناس، نجوم رسمي اللي هم أطفال في الحارة. أطفال الحارة دول بيترسموا، وبعدين بعمل لهم شيء من الديكور أو حاجة زي تكملة اللوحة، اللوحة بيضة وهي تكملة ليهم. واللوحة دي برضو نفس الحكاية وهكذا. وهنا عمال مع الأطفال اللي بيصلحوا العربيات، أطفال العربيات اللي بيصلحوها من السمكرة ومن الحوادث. أي حادثة بتيجي عربية بالحادثة بتاعتها في الحارة، فهم يتلموا حواليها وياخدوا لهم ورشين ويشتغلوا يصلحوا ويعملوها من جديد. جميل جميل جميل. أستاذ جورج، نبدأ بالصورة اللي على اليمين. دي صورة مع الوزير، مع الوزير الدكتور فاروق حسني. الله الله الله، دي جميلة جدا، أنا بحبها أوي الصورة دي. فاروق ممكن وزير جديد وشعره جديد وقصة صراحة أبو سيف و الراجل كرم مطاوع في الوسط بيكلم اسمها إيدي، بيكلموا بعض يعني، هو صلاح سيف ومرسي اسمه ايه؟ احمد مرسي؟ لا اسمه ايه ده؟ كان شخصية جميلة جدا، صديق قوي. ايوه تمسيس على يميني في تأمل شديد جدا. نعم. للناس صحيح، ذكي دايما، ذكي جدا. وبعدين في بقى الراجل الرسام في باريس، نعم، على شمالي اسمه سمير حاجه كده، نسيت الاسماء. لا مش مشكله. في صورة اللي على الصورة بالأسود والأسود والأبيض اللي على الشمال، دي صورة. أيوة. أيوة دي صورة بقى كانت الموديل عارية، وأنا من كتر خجلي ما رسمتهاش عريانة مألوف، لا يعني خبيتها شوية. جميل. إيديها بتخبي صدرها. نعم نعم نعم. فطلعت إن هي مرسومة ولكن بتحفظ. نعم. وسط الظلام الصورة. رائعة رائعة. أيوة. يعني فكرة اللي هو أن أنت سرترتها بشكل يعني.
ايوه جميل جدا جميل. هنا مع ملك الاردن مكان صغير، كان ابن، كان ابوه الملك حسين موجود لسه، كان لسه الامير، كان لسه الامير، هو امير الامراء، ومراته هي نفس البنت هي مخبيه وشها قوي، ملكة رانيا افتكرت ان الصوره دي بس انا والملك كده فهي عايزه تطلع منها جميل، هي طلعت الصوره برضه كده كده. الملكه رانيا عاشت في مصر سنين، ايوه بنت لطيفه جدا، نعم بساطه عجيبه يعني، جميله وبسيطه، نعم جميل. هم مقتنين اعمال حضرتك ايضا والله. انا كده سمعت طيب استاذ جورج، عندي سؤال عن فترة السبعينات والثمانينات، كنت حضرتك في باريس لفترة، وأيضا أصدرت كتاب اسمه الرسوم الممنوعة، وفي ممكن تحكي لنا عن كتاب الرسوم الممنوعة؟ برسمه هو في كذا صورة مع بعض زي ما احنا شايفين، وبعدين أنا برسم نفسي بصور أبو الهول، بصور عبد الناصر، وبصور المركب أو الطيارة تأخرت عليها رايحة باريس، فهي تأخرت وأنا تأخرت ونتقابل مع بعض مصر. حضرتك عشت في باريس لأكثر من سنة، أكثر من 35 سنة ليه؟ لأنها عمر طويل، عرفتها خالص، حارة حارة وشارع شارع ومطعم مطعم، ولم يكن معي فلوس كثيرة، كنت أخذ فلوس، كان أخوي يبعت لي أحيانا، أخوي من أمريكا جميل يبعت لي 100 دولار أعيش بيهم شوية، فكنت أكمل حياتي بصدقات أخويا ليا وحبه ليا، وبدأت أبرع في رسمي لعبد الناصر، لأن رسمته بأنفه طويلة جدا وذقنه بتلتقي مع أنفه في عوجة أو في تحويدة، وبينهم شارب والعين، العين أهم حاجة كانت عند عبد الناصر. ليه بقى؟ كانت بتنظر إلى الناس ثقة شديدة، معرفة بالمستقبل بكل حاجة، وكانت نظرة عينيه هي فيها كل شيء من الدقة ومن النظرة ومن الفحص. نعم حضرتك ليه ما رجعتش مصر في الفترة دي، يعني لما كنت عايش في باريس وكان في بعض سألتني باريس بقى سألتني باريس، قررت أن أعيش فيها ومش أرجع تاني، وبعدين اشتقت بقى أن أرجع مصر تاني، وبعتوا لي أصحابي قالوا لي مقالاتك بتنشر في صباح الخير في روز اليوسف وانت غايب، فما ينفعش كده، فقررت ان انا ارجع برضو شويه واعيش في باريس بعد كده او قبل كده. فعشت في باريس 35 سنه، عرفت فيهم باريس تماما زي القاهره والحريه. استاذ جورج، يعني سؤال خاص شوي، في اي اروندسمون، في اي حي عشت في باريس؟ الحي ال 18 ده اهم حاجه، اللي هو الخروج من باريس في 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 سوق الحد، السبت والحد كانوا بيعملوا الضواحي او السكه القديمه تتحول الى محيط للواحد لو هو عايش في باريس. نعم.
كنت أعيش في باريس سبت والحد في الضواحي دي. أستاذ جورج جدا أكثر حتى بتحبها في باريس عشان أروح لها اليوم. أكثر حتى بتحبها حضرتك هي دي حلوة جدا، دي سويتيام اللي هو 13 والحي اللي مرتقي مع سوق 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 باريس. نعم باريس لا 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 سوق أكثر من سوق الجزيرة السنديني اللي هي سوق سنديني برضو يعني. جميل. ولكن إني أنا كنت أجمع السواق كلهم. هذه صورة مع نجل علي لما كنا عايشين مع بعض. كنتوا عايشين مع بعض يعني كنتوا أصحاب؟ أوي أوي أوي، ما أعرفش ليه يعني. زعلت جدا لما الحادثة اللي حصلت دي، سخيفة جدا وهو ما يستحقهاش الحقيقة. ممكن تحكي لنا عن صداقتك يعني؟ ممكن تحكي لنا عن شخصيته؟ هو كان 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 بيهزر، كان طيب، كان طيب وعملاق في نفس الوقت، وأستاذ في الرسم وأستاذ في التضحية وفي رأيه في الناس، رأيه في الزعماء، وهو زعيم، وهو كان بيرسم بطريقة كده سريعة يعني. وجنبه يوسف عبدالكي وفرزات وفي دمشق ومهرجان الكاريكاتير العربي سنة 80 وأنا كنت معاه. فلذلك هو يعني كانت صورة حلوة جدا، أنا كنت فرحان بيه جدا إني عرفته. أنا رحت وصلت دمشق من باريس يا دوبك علشان ألحق نعم رأي الناس وكلام مع الناس، ولقيتهم كل المثقفين متلمين في أوضة واحدة الله في بيت كبير بما فيهم نجل علي. فأنا قلت بقى كلمة، قلت ده أنا فرحان إن أنا أرجع لأسرتي الجميلة اللي بحبها ولاقيهم كلهم في أوضة واحدة وفي وسطهم نجل علي. جميل، ربنا يرحمه. كمان كان يوسف عبدالكي ده برضه شخصية جميلة جدا، كبيرة وعملاق، عملاق أيضا وعملاق، وعلي فرزات والصبان الشماع. نعم. وهكذا. اللوحة اللي على الشمال دي، الكاريكاتير دي، كأنك يعني رسمت بهجوري وحنظلة كأنهم صحاب وقفين جنب بعض. كنا صحاب قوي قوي قوي، لكن أنا ما كناش صحاب قوي، ما نهيتش عن الصداقة. نعم. هو ما عادش كتير معانا. ما كان بيلعب شطرنج في الليل مع اسمه ايه ده؟ الولد الرسام ده اللي كان عايش في المانيا. فكان دايما يغلب في شطرنج. فانا رسمته انا حنظله، كاني حنظله ده هو وانا بهجوري، بس يعني انا بهجوري كاني حنظله. نعم نعم نعم. اللي عايش في ألمانيا مش مروان قصاب باشي، مش مروان، اسمه مروان، مش هو ده؟ لا، في كان في مروان، كان في مروان قصاب باشي أيضا فنان عايش. أيوه. أنا عاوز أسأل حضرتك عن السلسلة، سلسلة أم كلثوم. حضرتك بترسم أم كلثوم ليه؟ أنا بصيت لقيت الدنيا ما تسويش حاجة من غير أم كلثوم. لقيت أم كلثوم ملكة مصر، فستانها أو من غير فستانها، بصدرها أو من غير صدرها، بصوتها أو من غير صوتها، وبتزعق أو مش بتزعق، أو بتغني. فاندهشت جدا من إن أم كلثوم
تبقى مجرد حاجه عابره، لكن انا اهتميت بيها اكتر من كده، خليتها ملكه وخليتها رئيسه، خليتها زي عبد الناصر مشهوره، وفستانها بيتألق زخرفة معينة، وحواليها اللي بيغني على القانون اللي هو كان الأصبجي. الأصبجي نعم. وبتعبر عن عبد الناصر. ليه بقى؟ لأنها بتحب مصر وبتحب عبد الناصر. نعم. وأنا بالنسبة لي كان هو ده الحب الموجود عندي. نعم. وشديد لعبد الناصر، حب شديد لمصر. فلما ضاعت الحاجات دي وماتت أم كلثوم زعلت جدا، وقررت إن أنا أكمل حب ليها وذكرها الأيام الجميلة في من غير ما تكون هي موجودة، يعني كأنها تذكار لشخصيتها، كأن هي بتغني لمصر باستمرار. نعم. حضرتك حضرت لها حفل؟ حضرت لها حفل وكنت بنام. الله. مسحوق بصوتها، أو أحيانا أكون كسلان، يعني مجرد كسلان. يعني لحظة، أكثر من حفل ولا حفل واحد؟ يعني أنا راجع من المجال ده تعبان، رسمت كتير. وراح الحفلة وبصيت لقيت نفسي بنام لأني تعبان، حتى لو كانت هي متألقة والناس بيسقفوا لها. الحفل كانت فين؟ كانت فين بالضبط استاذ جورج؟ كانت في سينما قصر النيل. وقصر النيل، سينما قصر النيل دي عبارة عن سينما جنب ميدان التحرير. جميلة جدا، صالة جميلة، والناس كلها بتلتقي، كلها بتزدحم، كله زحام فظيع جدا، لا يوجد مكان لقدم أو لواحد غير أم كلثوم. أستاذ جورج، في صورة على اليمين، دي صورة مين؟ الصورة اللي على اليمين ده الكاتب المصري مش كده؟ ده الكاتب المصري. هو طه حسين. لا لا لا، مش حكاية طه حسين، لا لا لا. هو الكاتب المصري بس. كاتب مصري. طيب طيب، جميل. طيب، مسك القلم بدل ما هو ماسك أي حاجة. نعم. بيرسم أم كلثوم. طيب. دي أستاذ جورج، لك أكثر من صورة في حارة، بترسم الحارة، يعني الستات اللي هنا، الناس برا، ممكن تحكي لي عن أهمية الحارة؟ أيوه، اهتميت بقى بأولاد الحارة. ليه؟ إن كنت نسيهم وسايبهم، فاضطريت إن أنا أرجع تاني أرسم الأولاد الحارة دول، كل واحد بشكل معين، كل واحد ليه طريقة معينة في الرسم وفي الكتابة. نعم نعم. هما بعدين انتقلت بعدين قناة السويس. دي عن قناة السويس أستاذ جورج؟ وإنه هو ثبت قناة السويس، ثبتها بطريقة خلاها هي بطلة والناس اللي فيها أبطال. نعم. على الجنبين وسطهم طريق في الوسط، إنه طريق القناة نفسه. الله، أنا يعني لوحة جميلة جدا أستاذ جورج. الله يخليك. جميل. طيب، واللوحة دي أستاذ جورج؟ أنا بقى دخلت بقى في أشياء كثيرة جدا. الأم دايما لمعها طفل، هي موجودة على العربة، موجودة في الحارة، موجودة في المطار، وموجودة في الميناء، موجودة في كل حاجة. فلذلك هي الأم
التي تحتوي كل شيء. نعم جميل. طيب والصورة دي كأنه واحد بيبيع عيش أو حامل عيش. أيوة. ده واحد بيبيع عيش وماشي في الشارع والناس كلها حواليه شمال ويمين، وبيحبوه طبعا لأنه هو شايل العيش ولسه هيشتروه هيروحوا ياكلوا فول وطعمية. جميل جميل. كأنها أيضا لوحة ثانية من الحارة. اللوحة اللي على الشمال يعني من أجمل اللوحات. مين الشخص اللي باللوحة دي؟ بعدين ده عبد الغفار شديد. فين؟ اللي على الشمال. على الشمال لسه مكلمه البارح. والله؟ البارح كلمته على التليفون. الله، هو موجود في القاهرة؟ موجود في مصر، ممكن أدي لك نمرة تليفونه. أنا عندي أشكرك. جميل. ممكن تكلمه، وصل من برلين من أسبوعين. في معنا تجربة. أيوة. في النهاية فشلت. ليه؟ لأن ابتدى الكورونا في وقت فيه هو إداني أسرار حياته وهكتب عنه ومش عارف إيه، لقيت إنه الكورونا دي مسحت كل شيء، اضطريت إني أنا أتوقف. فاكتفيت بالصورة دي فقط، كنت رسمتها له. أستاذ جورج، ممكن تحكي لنا عن الأستاذ عبد الغفار شديد؟ عبد الغفار شديد ده تحفة عظيمة جدا، يعني أتمنى إني أنا أبقى فنان زيه. ليه بقى؟ لأنه هو راح ألمانيا وتعلم من تاريخ الفن عن طريق ألمانيا، وتعلم اللغة الألمانية، وأصبح عنده خطيبة من بنت صغيرة ألمانية، هي بتصلح له العربي عشان يبقى ألماني ويتكلم عربي كويس. جميل. بس عجبني جدا. يعني حضرتك بتربطكم صداقة مع بعض؟ خالص، يعني احنا أنا وهو يعني روح واحدة. الله. لينا شخصية واحدة وروح واحدة ودايما متأقلم معاه. الصورة دي رسمتها له، كان هو عنده مرسم في حواري جامن سيتي اللي قدام روز لويس. نعم. كان بيجي يقعد فيها أسبوع أو حاجة أو يومين ثلاثة في الأسبوع ويرسم فيها، فأنا رحت له ورسمته رسمته بوشه ووجهه وشعره الأبيض ونسب جسمه صغيرة وحاجات زي كده، ماسك البايب. نعم. كان يدخن كثيرا. نعم. جميل جميل جميل. شكرا يا أستاذ جورج، شكرا لك. أستاذ جورج، لوحات معبرة جدا هنا. شكرا. وهذه لوحات أيضا، أنا المراجيح والزحام، والركبين العجلة واللي على الشمال أستاذ جورج فيها، يعني اللي على اليمين فيها مرح واللي على الشمال ما فيهاش مرح كثير، يعني ممكن تشرح؟ لا طبعا ما عنديش المرح ده إلا إذا كان المرح جزء من الطبيعة. نعم. لما أرسم طبيعة فيها مرح غير ما أرسم الطبيعة بس. نعم. طبيعة حزينة لكن المرح موجود في الحياة. في عربية على اللوحة اللي على الشمال فيها عربية تحت، وكأن الناس حزينة يعني. أيوة. إيه اللي حاصل في اللوحة دي؟ إن دي عربية من الحاجات اللي بايظة. عملت حادثة. موجودة في وسط الزحام بيصلحوها. نعم نعم. رسمتها والناس بيصلحوا فيها. نعم. شكرا شكرا أستاذ جورج. شكرا. أستاذ جورج، دي هل دي أسرة؟ هل دي قرية؟ مين الناس اللي في اللوحة؟ دي قرية كاملة ومعها وزة. معنى الوزة. السوق.
العودة من السوق. العودة من السوق جميل. كلهم بيرجعوا والسماء كلها رمادي لسه الشتاء. نعم. يعني كان فيها حاجات كتيرة من الطبيعة جميلة. بس هي اللي في الوسط ده ماسك حاطط الوزة في فوق راسه. ومسك الديك ومسك الفرخة. جميل جميل. أستاذ جورج، نحن قربنا ننتهي دي الصورة الأخيرة. أنا عاوز أسألك، أنت حاطط حاجة كده على وشك. كنت صديق لبطل اللي هو كلاون مرق المسرح في باريس، وكانت السكرتيرة بتاعته حبيبتي هي ميشيل. فكنت بروح هناك ألبس المناخير الحمراء بتاعته. نعم. وأتفرج عليه وأرسم كل الناس بما فيهم خطيبتي ميشيل. نعم نعم. فالصورة دي تمثل هذه المرحلة. أنا قربنا نخلص أستاذ جورج. أنا عندي فقط ثلاث أربع أسئلة سريعة. عاوز أسألك عن علاقتك مع فنانين كبار. يعني نحن الفنانين كبار سمعنا عنهم وهم يعني من مقام حضرتك. فأنا أنا للأسف فقدت صداقتي من ميكاسو، من الخجري، مش بسبب الخجري، لأنه كان موجود في الشارع اللي أنا فيه. حوالينه الناس بيتزحموا عليه. نعم. أنا مش قادر أخش الزحام. أيوة. عشان أسلم عليه وأقول له أنا تلميذك وأنا معجب بيك وكده يعني. بس قابلته حضرتك؟ قابلته. بس اللي قابلته كمان المنافس بتاعه السريالي دالي، سلفادور دالي. قابلت دالي. دالي دالي هنا موجود في الشارع بيعمل حاجات كده، بيتكلم مع الناس وبتاع. نعم. اضطريت اروح واسلم عليه. نعم. وكده يعني، بس ما لحقتش اخد صوره مثلا. نعم. ما لحقتش اخد منه كلام كتير، كان في ناس كتير قوي قوي، بس كان لقاء ظريف. طيب انا عاوز اسالك عن فنانين مصريين. يعني انا حسالك عن في سمير رافع. سمير رافع. طيب في باريس وانا مش عارف اقابله. ما قابلتوش خالص؟ نعم. ما قابلتوش؟ ما قابلته بعد كده. قابلته بعد شويه، لانه بعد ما خلص فتره لقائه بكاسو وراح لبكاسو. نعم. راح بلده، وانا كان نفسي اروح معاه، وانا ما قابلتش سمير رافع الا في الفتره الاخيره. نعم. من حياته. نعم. قلت له خدت عنواني، فقلت له بعت له جواب وقلت له انا بحبك وانا من تلاميذك اذا كنت فاكرني، وانا عايش في هنا في الحته دي وادي عنواني. فهو خلاني اليوم الحد يجي يتغدى ويقضي كله عندي، ونبقى اصدقاء جدا. وفعلا صورنا كتير قوي صور حلوه، وانا وهو وجلابيه كمان وحاجات زي دي، وكنا واخدين على بعض قوي. جميل. فسمير رافع يعني فنان عندك علاقه حبيب. وكذلك الجزار. قابلت الجزار؟ احكي لنا عن الجزار كلمتين. الجزار تحفة، شخصية جميلة ساحرة. شخصية لطيفة جدا جدا. فبقول له أنت رائد الفن المصري المعاصر. قال لي لا ده أنت. ومتخلي بقى في الحكاية دي. قلت له لا مش معقول إنك تقول عليا كده وأنا لسه غلبان وما عملتش أي نجاح. فصاحبنا عن طريق الفكره دي. نعم. وقال انك انت فنان لازم تكون في الطليعه.
وبعدين راح هو عمل عملية وغاب فيها جدا. تأخرنا انت اتضايقنا جدا فمسكت بيكار بقى، ما لقيتش غير بيكار أستاذي وحب شديد بيني وبين بيكار. بيكار لدرجة اني انا بيت معاه في سريره في اللحظات الأخيرة اللي بيموت فيها، وشه اتنحل خالص مليان تجاعيد وقال لي تعالى يا واد انت انا ابن الكلب انت انت احبك انا، وخدني بالحضن مش عارف فاكر ايه. وانا قلت له لا انت ما عندكش حاجه ابوسها، قال لي انت هات بوسه وبتاع، قلت له ابوسك فين ده انت وشك كله خطوط وتجاعيد. فاحتضنته في ايده، مسكت ايده واحتضنتها وبستها، رجعتها له وبقول له مع الف سلامه وانا اسف جدا ان انا قابلك في اللحظه دي، انك انت يعني بتمشي يعني تسيبنا بس. فده كان لاخر لقاء مع بكار. نعم مصطفى. مين؟ كامل مصطفى. كان كامل مصطفى. نعم نعم كان عظيم جدا. نعم كان ما كانش يلحق ان احنا نكلمه كتير لانه هو كان مستعجل دايما وسريع وكده يعني، ومهتم بنفسه قوي عشان اسلوبه، عاوزه يبقى في الطليعه، عاوز يبقى دايما في الطليعه. وكان في البناني استاذ كبير جدا في المناظر وفي الحاجات الريفيه، وكان يرجع ومعاه صوره ويفرجنا عليها واحنا نقول عليها عظيمه جدا، تطلع هي شجره، شجره جوافه تحتها بقره ومش عارف وناس بيتعشوا، حاجات جميله جدا. طيب جورج انا حننهي اللقاء بسؤال اخير، هو اكثر لحظه في حياتك كنت مبسوط فيها، يعني كنت مبسوط يا اما في معرض، يعني اجمل وقت في حياتك او اجمل معرض صار لك في حياتك مبسوط وفخور به؟ هو زوجتي نيتو كريس، انا تزوجت من نيتو كريس سيده فرعونيه كانت طالبه، هي بتيجي مع رجاء الخوري صاحبتها واصحابها البنات كلهم اللي في الدفعه كلهم، كنا نتقابل في مرسم ادم حنين ومرسم ممدوح عمار، فكانوا هما دول مرسم في الهرم في بيت اسمه ايه ده شريف الشريف عبد السلام الشريف. نعم فكنا اصحاب جدا وكنا نلتقي باستمرار انا وادم وممدوح عمار في مرسمهم، وانا كنت اروح المرسم عشان ارسم وعشان اتعدي من العبقريه اللي موجوده فيهم. جميل. كانوا الاثنين محبوبين عندنا جدا. نعم نعم ادم حنين وممدوح عمار. جميل يا استاذ جورج. انا عاوز اتشكرك يا استاذ. قل لي تفضل. صدقتي بحسن سليمان بعد كده. حسن سليمان مهم. كنت معجب بيه جدا. نعم. وممدوح عمار. نعم. في يعني فنانين كتار الحقيقه. نعم. بس كنت بختار منهم الناس الممتازين المتفوقين. اكيد اكيد. جدا جدا. استاذ جورج انا حننهي اللقاء دلوقتي، انا عاوز اتشكرك الف شكر، شكر جزيلا لك على وقتك الثمين وعلى صراحتك وعلى الروايات اللي شاركتنا اياها، واشكر الاخت دينا والاخت نور تنير اللي ساعدوا في انتاج الحلقه دي، وطبعا حكون على تواصل معاكم يا استاذ جورج ويا اخت دينا. شكرا لكم. فاللقاء انتهى، واخت دينا ممكن تخشي دلوقتي الكادر.